سرعان ما وجد الأمير الشاب نفسه قاب قوسين أو أدنى من الوقوع تحت طائلة المؤسس، فيناله غضبه البالغ ويتعرض لجزائه غير المتوقع رداً على طلب باغته به، وانتظر تحقيق أفضل نتائجه في أسرع وقت. لكن المؤسس كان يدرك أن حفيده الفيصل سيحتال على ذلك الاختبار بكل شكل ممكن حتى ينجو من المصير الغامض الذي ينتظره، لكن حنكة الشاب فاجأت ابن سعود كما لم يفاجئه أحد من قبل. فما القصة؟ كاد الأمير عبد الله الفيصل أن يقع في فخ الملك عبد العزيز المفاجئ، والذي عرف عنه وضع أحفاده في مثل هذه المواقف الغامضة بحثاً عن قائد فيهم وإعداداً لهم على تحمل المسؤوليات بعد سنوات. لكن في هذه المرة كان الفيصل على موعد مع جزاء المؤسس بعدما سقط في الاختبار الذي وضعه فيه في وقت لم يكن الملك فيصل نفسه قادراً على إنقاذه مما ينتظره في مجلس الملك عبد العزيز. وبحيلة ذكية وبتصرف خارج الصندوق يعرف في التاريخ السعودي بتميمة الرقم 65، كسب الأمير عبد الله الفيصل ثقة جده وأنقذ نفسه بنفسه في تصرف اعترف المؤسس فيه بحنكة حفيده السياسية وقدرته على المرونة التكتيكية، فقد دخل عليه مجلسه وتعلو وجهه ابتسامة نصر، وما إن استوعب غضب المؤسس الذي ينتظره حتى فاجأه بأن كل شيء على ما يرام، والأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها العملة النيكل المعدنية تم حلها بسلام. فقبل ساعات قليلة استدعى الملك عبد العزيز نجله الفيصل وأخبره بضرورة حل معضلة اقتصادية تتجسد في أن الحجيج لا يستطيعون الحصول على عملة نيكل معدنية بسبب ادخارها من جانب بعض التجار. وما إن غادر الفيصل مجلس جده ليقف على حقيقة الموقف من وزير المالية السعودي حتى صدمه السليمان صراحة بأن العملة شحيحة في السوق ولا يستطيع أن يوفر له حتى مبلغ 1000 ريال فقط. أدرك الفيصل أنه وقع في الورطة لا محال، وأنه سيحاسب على مرأى ومسمع من الجميع في المملكة قبل أن يتفتق ذهنه إلى فكرة جهنمية يكسب من خلالها ثقة جده وينهي الأزمة الخارقة. على الفور توجه الأمير عبد الله الفيصل إلى وزير المالية في ذلك الوقت ليقف على حقيقة الموقف قبل أن يفاجئه السليمان بأنه حتى لو يريد 1000 ريال من تلك العملة فلا يوجد. هنا وقع الأمير الفيصل في ورطة بالغة، فالملك المؤسس ينتظر الرجوع إليه بحل المشكلة، وهو لا يملك أي معلومة بشأن هؤلاء المحتكرين. فماذا يفعل، خاصة وهو يعلم أن المؤسس شديد حازم لا يقبل التهاون؟ قرار في الجريدة الرسمية كان كفيلاً بإنهاء الورطة، خاصة بعدما صاغ الفيصل محتواه بنفسه، والذي يكمن في أن العملات المعدنية التي تم صكها في 3 أعوام متتالية لن يتم العمل بها بعد اليوم. ولم يكتفي بذلك، وقرر تعويض أصحاب العملات التي سيتم إعادتها إلى الهيئة المختصة من أجل إعادة تدويرها مع دفع الفارق. فجاءه أصحابها بمئات من البراميل المملوءة بالعملة النيكل من أجل الحصول على المقابل، ثم أعاد ضخ العملات المعدنية إلى السوق من جديد بعد أن قام بصكها بالرقم 65، ونشر في الجريدة الرسمية بأنه يجوز استخدامها من جديد إذا كانت
مدموغة فقط، وهو ما أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح. فبرأيكم، هل كان الأمير عبد الله الفيصل محقاً في تصرفه حتى ينجو من جزاء المؤسس